ومال ماني زاد ما تدخلي في روحك في العركة يا بنتي، راكي مرأة إيه أنا نتصرف إيه أنا كم فضه نقتلهم أنا الكل، وما تدخلي روحك كنت تضرب لك مرفق ولا تنحت لك يد ولا سير كل شيء على خاطرك يهون عزيزي. شبيك يا أخي يا ود الحرام، والله كان ما تشدك اللي ما نوريك. بلار بلار يا أخويا. أنا ليش كسروا لي طوق الشباك؟ الله لا تربحهم، يكسروا في شبابك بتاع الناس، جيبوا وتهنوا، والله هذه مش معقول. شوف الزر، شوف سبحان الله، أنا بولارجي وتعدي بالصدفة من هنا، تنصلحوا لكم مركوار. حبيت أسألك على الراس. إيه يا بنتي هاو قدامي، إيه قدامي الراس قدامي، إيه اسمعي، طوى كيفاش نعمل؟ الكرومة نفصلها على الراس ولا نخليها لازقة؟ نحيها بالسكينة؟ لا لا يا بنتي بالسكينة ما تتنحاش، لازمها السطور. إيه اسمعي سنيه دازين القدام ناحيهم بالمطرقه، خايفه يقلقوني من بعد. شنو رايك؟ اه والوزنين نخليهم لازقين ولا وخاتيهم في ناتو صغيرين؟ ها قلت نخليهم تابعين العينين، ماني العين قلت خنقلعهم وحدهم. ها لا لا ها ها يا لطف. بسم الله ارسول اش يعمل زمان هذا؟ شكون هذا؟ بسم الله سيد عبد الله سيد حامد يا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سلام دكتور اسلم. اهلا بك. صار سوء تنابس في الحكايه، احنا رانا خارجي باهي يرحم الله والديك. تبدلوا حوايجكم؟ ايه. ويزي بلا حظ؟ لا انا ما تبدلوش حوايجي انا. تكلم فيك خلينا نحكي معك برزة صح؟ زولي رانا احنا غلطنا. ايه. نقزنا في بين دار شباب طلعت سبيطار فهمتي مانيش. ايه. مش خلينا نروح. لا. تكلم فيك شنيا يا دكتور؟ يا معلم يا دكتور. يا دكتور. تخدم خدمتك من غير ما حد يفيق بيك وما تخلي حتى أثر، تفهم؟